فرحاديا إن المانتا كسوق يبقى شرويهن يسوي ما تنور كإسلام كا هي مرت الشرف تكلا إلا جرح الله يو بالقب كا فكر كحشر كا هي سيدا أي نور قبت بعدين كرنو دلين تاني دين الإسلام كو ودين كوبا قيسن نبض وذا نورانشو هي ودشر وحقران كي نقول حسن الفلو في سلم كافة نبضة دمانتي وضغطة وديتي يسكتر قادة شرة وديتي يسكتر قادة شرة قفك استقوان آمن سنين فكر قادة قبطية دين تعالى من سنتان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قفك دين تهو هايستوين لو قدر قادة وحاقي أجرتا سيدو إلهي وهذه إن لغو قصبة إنه الدين كلا قاتو مدي أفكار كقاتو إسلام بنبض وقف في ذي نبض بكتشري أنتي أمن جواهنا أبو وفا في الدنيا وفق مسلم كاهنا وقف في النبض اللي هي أدل كلا كنا بنبض كلا هدي المسلمين المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده وقف كي كعنتيسة هي أقرب في سكان نبض كلا مقاصد شرع هذا إسلامكم وحيكون باقي سام يا أساس كاه إلا إلى ليقف كعرفيسة شرفتيسة عقليسة ليديسة إنت من نبع عن لطالين عن لقوبنا إنسانين دي كقف كإسلام كا إن لقوط عليو سبب عن شرف بناين سومالي أدل مسلم أحبا يا هيد وليات مطاي وأدل ودن كيوه الرئي أو إنت هيجرة الأولى إلى كدي عين مدينة أي سوى قدي إسلام سومالي دمر كا كوني أفر بقولي وحنا جرا مسلم بها هاي يهينا إلا هتوى السنة عن كترين شعب ومذهب الشافعية ذا نقول دقا تاريخ هذا ليس ومالد الله إذا هاي ويقصر النولي نبض بيكون نولي نبض بين الشافعية ذا قرن الله هذا هو فكر كحجر كاهي وكل سبيا هاي تاريخ الصوماليد إلا وحن حسوستان لبكون يليح كل يام بوضع حسوستان مركي وقوه الرئيسي يقف صوماليا وإستقرحيا أي نارغنو ama shaashadaha ee ka daawano marka waa aragtii inagu cusub oo la soo waariday oo la soo dhoofiyay oo la inuu soo dhoofiyay oo ina taariikh ad iyo isirtoon u lahayd diinta islaamku waa dhaxdhaxaad quraanka ku xusan tahay hadda laga hadlay oo kadaalika jacalnaa kun ummatan wasada ummad dhaxdhaxaada aan xaq jir ku lahayn shaqo marka in dhaxdhaxaadnimada in is dulqaadashada in is wada noolaanshaha in amniga إن ثب أي نجنا دين الله تعالى ومرة هذيون كنا دول تعالى ديما هنا دم وقطع ووحي نقدر يكسنا. طال يرى الصومالية الفكر كحكي كه إلا سوى هذا لغو بعري وحسبه واحد أو شيء كفاية سجى بربر كي دولة الصومالية إيوه شغلان تيجي دبتوه ينكشر إن يوسف تكشوا إن فرصة هلان إن يكدو فصران وضدين كل حياة. وحمرك إنه وضع تعالى إنه نقول لك هذا أركت إذا قلنا وإن كسره شيء سنو كلنا دعالنا فكر وإن نفيدنا أو لو دعنا ولد كنا أركت إذا صح إسلام إنه تاريخ إياه يصير كله هنا محيط محيط دوريا هذا في ربان إنه يديك داريا إنه شرح سمايا إنه يضد لايا هذا في كربان محيط هاي محاو بس وبحاي هذا يوم بدو هالجنت شريتان wax alla wax nimanka uga soo baxaya ma jirto aan ahayn in fawdo iyo amni darro la abuuro waxaan aaminsanahay khubarada isu timid ee muslimiinta adduunka wadamada islaamka ee walaalahanahay madax iyo khubaro kale oo leh culimaadinka Soomaaliyeed hadii aad fikirka iyo ra'yiga isku biirisaan labadan fasho inay noo soo bixi doonaan talooyin wax ku ool ah oo ka turjumaya sida aynu ula dagaalami karno fikirka xaq jirka iyo sida aynu uga badbaadin karno dhalinyaradeen waxa maanta inoo muuqata in Soomaaliya dib u soo taageeso amni lagu kalsoon yahayna ka dhalanayo in maanta lagu qabto shirweynaha islaamka adduunka la isugu yimaado magaalada xamar Soomaaliya ay ka dhacdo waxay ka turjumaysaa amniga inuu dib u soo noqonayo nabadgelyadu si aad taaneyso dowladnimadu si aad taaneyso Soomaaliyana xubintii firfircoon ee ahay ay dunida ka ahayd ay ku soo noqonayso Soomaaliya waxay ka mid ahayd aasaasayaashii OIC xubin firfircoon intaas oo dhan ay ka ahayd nabadda Soomaaliya oo nabadda adduunka
نبض الصومالية ونبض المسلمين تأجيك وحدوني أين المهد عليو طمان أورك إسلامك وسارة أجمه الدبدة وسارة الدين كي أوقافته حفيز كريس الوسارها مرت الشرف تكلا هي سفير هذا كسر سفري ذلك الدبدة يسا شروينا هن كسر طيب قلي هي عد كسر وقعن كي ستي من وقاف صومة شروينا هني أدار إذن كم هاد علنا يا إذن كرا أمانة يا كهاجر هذا يا ورالتي نوع دمر ورب نلبر برتاجل تهيم وما هاد سنتهيم شركنا سير رسمية هيو النوقف رأيها